ديني معاك بيت ديني معاك نخوي ونزيد ديني معاك حيت انا عيد ديني معاك ولا تخليني عقلي عياب صغير الليل وحالينا بكاني عيد نستنى في التغيير ملي تحيد في هذا الفيديو سوف اوريكم ثلاث مهمات في الموقع الخاص بي سهل جدا يكون لكم تنفيذها في نصف ساعة اقسم بالله انكم سوف تنفذونها في نصف ساعة وسوف تقومون بسحب كود تبع جواهر فري فاير. نعم والله سوف تسحب كود جواهر فري فاير وسوف يصلك فوري يعني فقط تابع المقطع النهائي ارجوك كي لا تبقى يعني تدل حالك على اي يوتيوبر تكتب له في الطريقة اشحن لي او اشحن لي وما يرد عليك لان في هذا الفيديو سوف وليك يعني ثلاث مهمات قومي تنفيذها وسوف انفذها امامك وسوف اشرح لك بالتفصيل الممل وسوف تسحب كود فري فاير سوف يصلك مباشرة عبر الايميل الخاص بك. هيا شاهد المقطع النهائي وخليكم مع الفيديو. أمي أصدقاء يجب عليكم تشغيل أول شيء VPN على السيرفر الأمريكي. سوف نقوم بتشغيل VPN ثم رابطه موجود في الوصف سوف أحاول ترك لكم جميع الروابط مباشرة في الوصف. يكون لكم الاختيار مثلا ولاية شيكاغو والضغط على كونكتي بهذا الشكل سوف ننتظر وسوف نرجع لكم يا أصدقاء. بعد تشغيلكم VPN سوف تروحون لجوجل أو الرابط الموجود في الوصف اسم الموقع اسمه shortmoney2.xxz هذا الموقع لي في طريقة التسجيل فهي سهلة للغاية وسوف أعيد التذكير بها. سوف تدخل على الريجستر للتسجيل في الموقع هنا سوف تكتب اسمك الكامل واليوزر نيم هنا والباسورد والايميل وهنا تكتب كتابة الايميل الخاص بك وهنا الباسورد وهذه تركها فارغة ثم تدخل على سين اب ان اتكن لديك الحساب فقط يعني قم بتسجيل عادي ونقوم بكتابة الايميل والباسورد تبع الحساب الذي تسجلت به. انظر معي هنا لدي 5000 نقطة في حساب الخاص بي. نعم نحن مشغلين الحين في بي ان سوف نرشح لكم العروض يا اصدقاء والعروض تنحسب يعني انا حليت المشكلة قمت بحل المشكلة تبع حساب العروض يا اصدقاء. هنا معنا عروض تبع هذه الخانة تبع الارجام يا اصدقاء عندنا عروض كينج اوف افالون يعني الكثير من العروض في المعروف طريقة تنفيذها فلا اقول لكم يعني طريقة تنفيذها يا اصدقاء انتم تعرفون طريقة تنفيذ العروض هذه العروض. سوف تأتون لتوب اوفرز بهذا الشكل توب اوفرز هنا يا اصدقاء لدينا عرض كوين ماستر اذا كان لديك وقت فارغ قم بتنفيذ عرض كوين ماستر ما كان عندك وقت سوف اعطيك المهمات التي تشتغل عليها راح تروح يعني لهاي العرض عليه 200 نقطة راح نحسب بها قهوة ركزوا معي راح ننفذ هذا العرض سوف يعطينا 200 نقطة تمام نضغط عليه بهذا الشكل فهو سهل للغاية لك فقط حمل التطبيق وقم بتسجيل فيه حساب مجاني سجل فيه حساب مجاني بعدين ما تدخل على العرض سوف تدخل على جو تو اب ستور والله راح ابقى معك يا غالي حتى تنفذ العروض وحنفذهم امامكم يا اصدقاء راح تحمل التطبيق ثم تعطيه افغيخ بهذا الشكل تمام يا اصدقاء ما يجب عليك تسجيل حساب مجاني يا اصدقاء بالضغط على انسكريبسيون بهذا الشكل وهنا تكتب الايميل الخاص بك هنا المتباس هنا كتابة متباس وتسجيل حساب في هذا البرنامج الفي بي ان وهكذا راح تكون نفات العرض واحسب معي الحين جمعنا 200 نقطة تمام بحنا كنا نفذنا العرض بكل سهولة ثم سوف نرجع لهذا العرض يا اصدقاء سوف اوريه لكم لدينا هذا العرض عليه 100 نقطة ماذا يقول لك؟ يقول لك حمل هذه اللعبة وقم بفتحها لمدة 30 ثانية سوف نقوم بتحميلها يا اصدقاء انا اضغط على العرض بهذا الشكل لقد حولنا لمتجر جوجل بلاي هوني اصدقاء سوف نضغط على اصدري بهذا الشكل لماذا تنتظر يا اسطورة اللعبة فقط 15 ميجا بايت يا اصدقاء وسوف تقوم بربح 100 نقطة والمجموع الان معنا 300 نقطة يا اصدقاء سوف نحمل اللعبة ونرجع لكم اصدقاء والحين رجعنا للموقع هنا يا اصدقاء قد تنفذوا وقد انحسبوا معي النقاط انظروا معي هنا اليوم 29 في الشهر خانة اوجي ارت يا اصدقاء اليوم يعني انظروا للتاريخ 2 عروض قد قمنا بتنفيذهم حسبوا معي النقاط يا اصدقاء سوف نرجع للداشبورد وسوف نشرح لكم عرض اخر يا اصدقاء هنا معنا الناس التي سوف اعلن التي اخر ناس سحبت من الموقع سحبت اكواد جواهر فري فاير واكواد عادية الحين يا اصدقاء نعتبر معنا 300 نقطة سوف ناتي للسحب وسوف نرى كم تبقى لنا كي نحصل على كود جواهر فري فاير كود جواهر فري فاير ب 600 نقطة ونحن لدينا فقط 300 نقطة سوف نرجع للداشبورد وسوف نبحث عن عدد ب 300 نقطة يكون سهل وسوف نقوم بتنفيذه يا اصدقاء ومعنا هذا العرض يا اصدقاء تبع هذا التطبيق اقول لك حمله وقم بفتحه وقم بالاستماع للراديو هذا تطبيق الراديو لمدة 80 ثانية وسوف تربح 200 نقطة تمام انا وعدتكم يا اصدقاء فقط بثلاث عروض سوف تسحب كود جواهر فري فاير بعد تنفيذك لهذا العرض سوف تكون لديك فقط 500 نقطة يعني وكود جواهر فري فاير ب 600 نقطة يا اصدقاء
ماذا سوف نفعل؟ سوف أنا يا أصدقاء سوف أخفض لكم الكود جوال فري فاير لي 500 نقطة فقط اللي يمكنكم السحب جميعا يا أصدقاء. سوف نحسب 1 2 3 سوف نجد ب 500 نقطة فقط. ثم يا أصدقاء سوف نعمل ريفريش بهذا الشكل. انظروا معي سوف نعمل ريفريش وسوف تجد واو أصبحت ب 500 نقطة فقط. سوف تضغط على الريدم بهذا الشكل وسوف يطلب منك كتابة الإيميل الخاص بك وسوف يرسل لك كود جوال فري فاير عبر الإيميل الخاص بك. وهنا لدينا مسابقة يا أصدقاء في التعليقات، يعني فقط قوموا بكتابة الإيميل الخاص بك وسوف أختار يعني شخص وقوم بإدخال الإيميل الخاص بك وسوف أرسل له كود جوال فري فاير يا أصدقاء. إذا واجهتك أي مشكلة في حساب النقاط أو شيء مثل هيك فقط يا غالي هنا يعني يجي لي هنا وسوف تقول لي هنا في الرسالة اكتب لي بالعربية أو أي لغة تريد، تقول لي يعني هنا من حسب معي نقطة ونقوم بكتابة الإيميل الخاص بك بريد إلكتروني الذي تسجلت به في الموقع وهنا الاسم الخاص بك ثم اضغط إرسال. وإذا لقيتني أونلاين أنا في الموقع تقدر تتحدث معي يعني مباشرة وسوف أحل لك جميع المشاكل الخاصة بك يا أساطير. كان معكم أخوكم مامر والمستقي أهم شيء يا أصدقاء. وتكون تريدون الجزء الثاني لعروض أخرى قولوها لي في التعليقات. كان معكم أخوكم مامر أحبكم في الله. ولا تنسوا يا أصدقاء التواصل معي هنا إذا واجهتكم أي مشكلة في حساب النقاط، لأني أريد أن تسحبون أنتم وأريد رزقي أن يكون حلال يا أصدقاء من الموقع وأنتم تنحسب معكم النقاط وتسحبون أنتم أيضا يا غوالي. يلا أحبكم في الله.